كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له أن الفصائل التابعة لإيران عادت المظاهر العسكرية إلى مواضعها السابقة بعد أن كانت قد نقلتها من منطقة الإشارة في الميادين نحو دير الزور والرقة بسبب الضربات التي شنتها قوات التحالف الدولي أواخر آب أغسطس الفائت. فماذا وراء هذه التحركات وما هي نوايا إيران في هذه المنطقة بالتحديد؟ الجواب بعد التقرير. تحركات عسكرية مكثفة للفصائل المسلحة التابعة لإيران في مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا، وإعادة نشر أسلحة وذخائر في عدة مواقع، وذلك بعد أيام من تجميد تحركاتها خشية استهدافها من قبل طائرات التحالف الدولي التي تستهدفها بين الحين والآخر. المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في تقرير له أن الفصائل التابعة لإيران أعادت المظاهر العسكرية إلى مواضعها السابقة بعد أن كانت قد نقلتها من منطقة الإشارة في الميادين نحو دير الزور والرقة بسبب الضربات التي شنتها قوات التحالف الدولي أواخر آب أغسطس الفائت. ضربات جاءت على خلفية اتهام قوات التحالف للفصائل الإيرانية بشن هجمات استهدفت قاعدة التنف على المثلث الحدودي مع الأردن والعراق ضمن الأراضي السورية وقاعدة التحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور الشرقي، وذلك بالتزامن مع استهداف مواقع للفصائل الإيرانية وجماعة حزب الله اللبناني وقوات الحكومة في الداخل السوري. وكانت مناطق سيطرة الفصائل التابعة لإيران قد تعرضت عشرات المرات لغارات جوية وهجمات صاروخية تبنت إسرائيل معظمها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر تلك الفصائل بالإضافة لدمار كبير في المقار والمواقع المستهدفة وخاصة في مدينتي البوكمال والميادين. لنقاش أكثر من برلين أرحب بالباحث الأكاديمي والمعارض السوري الأستاذ عصام زيتون. مساء الخير أستاذ عصام، أهلا بك دائما ببرنامج حديث اليوم. إذا في تحركات لافتة للفصائل التابعة لإيران، خاصة بأنه قبل فترة يعني قامت بإخلاء بعض النقاط، أخفت آليات، ماذا وراء هذه التحركات وتوقيتها؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني الحقيقة لا يعني لا يخفى على إنسان في العالم التمدد الإيراني في سوريا. طبعا التمدد الإيراني إذا بدنا نشوفه من جهة التحالف الروسي فهو كان أحد مخرجات أستانا اللي شرعنت وجود الميليشيات الإيرانية في سوريا، كما شرعنت وجود احتلالات أخرى من الاحتلال التركي والاحتلال الروسي. لكن النقطة اللي بتهمنا وبتهمنا كسوريين هو الموقف الأمريكي. الحقيقة يعني أنا محتار، أنا ما بدي يعني لست في موضع أن أشكك بمصداقية المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن يعني شفنا إنه بالتقرير صار في خلط بين الاستهداف الإسرائيلي والاستهداف الأمريكي، وكأنه يعني مرة بمرة أو مرتين بمرة اللي صار أنه يعني الغارات اللي تمت في نهاية شهر آب الماضي كانت غارات محدودة جدا جدا، ومثل ما احنا شايفين الميليشيات الإيرانية تتحرك بأعلامها بآلياتها بكل شيء تحت أنظار الأمريكيين الموجودين كان في شمال شرق سوريا أو اللي موجودين في قاعدة التنف. ف يعني سبق وأن استهدفت الصواريخ الأمريكية مطار شعيرات بعد أن يعني أنذر من كان فيه، يعني هن الأمريكان أنذروا الروس والروس أنذروا النظام، فأجت ضربات على مطار فارغ. وهي نفس الشيء مثل ما أننا شايفين الجدية في التعامل مع الميليشيات والجدية الأمريكية طبعا في إخراجها. يعني نحن شايفين من حوالي سنة ونص يعني الأمريكي يستعطف الإيراني يعني يستدر عطفه ويحاول أن يسترضيه لتوقيع اتفاق نووي، يعني ضاربا بعرض الحائط كل مصالح شعوب المنطقة والتغول الإيراني المفضوح فيه. يعني إيران تضرب منشآت مدنية في الخليج العربي، في دول الخليج العربي، تضرب القواعد الأمريكية نفسها، ولا نجد من الأمريكان إلا كل رد يعني لا يرتقي إلا يعني لمرتبة رفع العتب، ولا يرقى للوجود الأمريكي وللهيبة الأمريكية في العالم وفي الشرق الأوسط.
الحديث عن يعني النقطة الأمريكية أو الجزئية الأمريكية، يعني منذ قرابة 3 أسابيع أو أكثر يعني كان في تصريح أمريكي بأنه مواجهة إيران، يعني اليوم لا يوجد خيار إلا الخيار العسكري لمواجهة إيران في سوريا، أو هيك شيء كان التصريح. يعني هل نفهم بأنه هذه التحركات هي رسالة ما للولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ الحقيقة ما بعتقد أنه الرسالة موجهة للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما مدى القوة الإيرانية ويعني لأي مرحلة وصلت المفاعلات وكل شيء، حتى في الداخل الإيراني، وحتى يعني الأمور معروفة. لكن هي رسالة لأعداء إيران أنه يعني الموقف الأمريكي سيبقى على حاله، لا حل في سوريا إلا الحل السياسي، ونحن يعني ما حدا عم يشرح لنا شو هو الحل السياسي. سبق يعني أنا يعني أبديت رأيي بموضوع الحل السياسي، لكن السياسة الأمريكية، واسمحي لي إذا يعني بأخذ دقيقة من وقتك، تفضل. السياسة الأمريكية ليس من الآن، وإنما منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979 تغيرت سياسة الولايات المتحدة اتجاه الشرق الأوسط عموما. يعني ما عاد يعني مصدر القلق وعدم الاستقرار اللي كان ناشئ بنتيجة وجود حالة العداء العربي الإسرائيلي، بدأت بالتفكك. إسرائيل بدأت بالانفتاح على محيطها، عملت سلام مع مصر وبعدها سلام مع الأردن. بس حتى من قبلها شفنا أنه أزيح نظام الشاه اللي يعتبر يعني كان عميل أمريكي، وأحضروا النظام الملالي، ونحن شايفين مثل من 79 إلى الآن وكجميع السياسات الأمريكية محابية لإيران بل داعمة لها، خلصتها من أعتى أعدائها لوجه الله. يعني ما في أي مصلحة استراتيجية من دخول الأمريكي إلى العراق إلا لتسليمه لإيران، لأنه هذا اللي صار. لا يمكن أن يكون هي غلطة استراتيجية من المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين. نفس اللعبة عم نشوفها بسوريا، تسلم سوريا لإيران فارغة من شعبها بعد كل المجازر اللي عملتها من دون أي، نعم في تنديد كلامي، بس لا يرقى إلى وجود الولايات المتحدة في الصف المعادي لإيران. أنا أخشى أنه التقرير يعني التقرير يخلط بين 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 الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي منشان يذكر العالم برواية بشار الأسد نفسه اللي بتقول إنه سوريا تتعرض لمؤامرة كونية و84 دولة عاملين تحالف عسكري. طيب بالحديث أيضا عن إسرائيل، إسرائيل بتصريحاتها الأخيرة قالت بأنه هي ليس من أهدافها إنهاء الوجود الإيراني في سوريا، تقليل الوجود الإيراني. هل نشعر هناك اختلاف بالمواقف تجاه إيران؟ يعني في تخفيف من حدة المواقف؟ لا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول الموقف من مشاريع إيران الثلاث، الصاروخي والنووي والتوسع، اللي الأمريكان ما بدهم يحكوا غير عن الموضوع النووي. هذا الموضوع كان محط خلاف من حوالي 10 سنوات إلى الآن، يعني ما هو جديد. يعني نحن شفنا التصريحات، يعني صار في تلاسن إعلامي على يعني أعلى المستويات، يعني يرقى إلى مجال يعني الردح. صار يعني انتقاد واضح برئيس وزراء السابق بنيامين نتنياهو، يعني بزيارة أوباما، حتى بزيارة يعني ترامب صرح تصريحات جدا عالية السقف. بس هذا يعني نحن للأسف يعني في العقل العربي منضل نخلط بين المؤامرة الأمريكية والصهيونية، إسرائيل وأمريكا. وأنا يعني أنا بأكد للجميع أنه السياسة الإسرائيلية مختلفة تماما. إسرائيل لا تستطيع ولا تريد إخراج إيران اجتماعيا أو طائفيا. لا تستطيع إسرائيل أن تمنع تشييع الشعب السوري والضغط عليه وحصاره وإجباره على 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 يعني تبني إيديولوجيات تتبنى عليها مواقف سياسية مختلفة. ما بتحسن إسرائيل، ولا يعني ما بعتقد أنه في سياسي إسرائيلي بيحسن يطرح هذا الموضوع. في مواضيع أمني، في تهديد أمني، هذا اللي إسرائيل بتحاربه، وفي أسلحة معينة وعناصر مدربة يعني بمستوى معين، هدول اللي إسرائيل اللي عم تحاول يعني تمنعهم من الوصول إلى حدودها. طيب وحيدة للأسف، الأمريكان والروسيا يعني يراقبون. هناك ما
من يخالفك الرأي، يعني اليوم الجميع يرى في إيران عائق بالمنطقة خاصة بسوريا، يعني اليوم كانت دول إقليمية أو أطراف إقليمية أو دولية، يعني روسيا، البعض يقول بأن روسيا أصلا هي منزعجة من التحركات الإيرانية في سوريا. بشكل عام تأثير هذه التحركات أستاذ عصام على العملية السياسية، بما أنه تحدثنا أنه عن الحل السياسي يعني أتيت بذكره خلال حديثك. يعني مثل ما أننا شايفين يعني الانقسام ليس إقليمي على سوريا وليس دولي، وإنما كمان داخلي، يعني لا ننسى ولا نتجاهل ولا نستخف بالشرخ العميق بين السوريين اللي نشأ لا سيما في آخر 11 سنة، وإن كان بدأ في التشكل يعني هالشرخ هذا والتمايز بين الشعب من 40 سنة، لكن وضح تماما بآخر 11 سنة. فهذا الموضوع لا يستطيع أحد يعني أن يفهم انه في حل سياسي ممكن يقعدوا السوريين يوم مع طاوله واحده وترجع سوريا دوله مدنيه ديمقراطيه مركزيه مثل ما كانت الى حد 2011، هذا لا احد يرضى فيه ولا حدا قادر على تطبيقه، هذا بده اجماع دولي واقليمي وسوري كمان. لذلك انا اللي بشوفه انه اذا كان في اطراف تحاول الدفع بالعملية السياسية أو الحل السياسي، هناك أطراف مصممة على إظهار نفسها بمظاهر عسكرية، سوريا ساحة حرب، وللأسف الشديد يعني النظام يبدو أنه أجرها كساحة حرب، حتى إذا بنشوف سوريا من 50 سنة إلى الآن منذ أن حكم البعث لا يوجد أي بنى تحتية، لا يوجد أي مرافق ترقى إلى 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 نقول معايير الدولية أو على الأقل الإقليمية مثل ما أننا شايفين بالدول المجاورة على الأقل. سوريا دولة متخلفة في كل شيء، وكأنها كان يعرف يعني النظام أنه يوما ما ستكون ساحة حرب، لذلك لم يبني أي شيء يعني ممكن أنه يعني يتحسر عليه إذا خسروا. وشايفين يعني كل المؤشرات بتدل أنه المواجهة قائمة، لا أحد يعني إسرائيل ما لا قادرة تتصدى بالأساليب السلمية. طيب ما الذي قد يعيق إيران في المنطقة؟ لا يوجد أي شيء غير السلام الإبراهيمي، هو اللي فاجأ الكل، هو إذا توسع هو اللي بده يخلط الأوراق كلها، لأنه كل الأطراف الدولية للأسف الشديد تدفع يعني باتجاه تسلط إيران على دول المنطقة. يعني للأسف الشديد موضوع غير مفهوم. أنا ممكن أتفهم الأمريكان، لأنه لما دخلوا إلى العراق مثلا يعني على وجالي بذكر الموضوع، وزير الدفاع الأمريكي يعني اجتمع مع السيستاني وعطاه مبلغ يقال أنه 250 مليون دولار، فلم تطلق أي طلقة على الجيش الأمريكي ودخل من جنوب العراق من الحدود الكويتية، وصل إلى بغداد خلال 3 أيام، لم ترمى عليه يعني حصى، لم يسجل أي عملية مقاومة في المناطق في يعني الحاضنة الشيعية. ليش؟ لأنه هن حكوا مع واحد. هذا الموضوع غير متوفر في العالم السني أو في العالم العربي، لأنه ما في يعني مرجعية واحدة يلتزم فيها الجميع. لذلك يبدو الأمريكان مصممين على تسليم إيران، الشرق الأوسط لإيران. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من برلين، الأستاذ الباحث الأكاديمي والمعارض السوري الأستاذ عصام زيتون. شكرا جزيلا لك من جديد. مشاهدينا، مع نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم على طيب وحسن المتابعة. إلى اللقاء.